زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. دائما أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بأهمية نوعية الجلوس، فكم من مجلس جلسنا فيه وكم من مجلس إيمان حضرناه، لكن يا ربي نسألك أن ترزقنا الأثر والنور والاستفادة، والأثر والنور والاستفادة لا تكون بحضور المجلس بذاته، إنما تكون بنوعية الحضور، والحضور يكون حضورا قلبيا قبل أن يكون حضورا بدنيا. الحضور القلبي هو الذي ينظر الله إليه. الله تعالى أيها الأحبة في الله في هذا المجلس لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أبداننا، لكن ينظر إلى قلوبنا، إلى صدق طلبنا، إلى افتقارنا، إلى تعظيمنا، إلى تمسكننا بين يديه جل جلاله. على قدر التمسكن بين يديه وعلى قدر صدق الطلب بين يديه الله تعالى يعطينا، فنسأل الله تعالى أن يعطينا من خير ما عنده، وأن لا يحرمنا خير ما عنده لشر وسوء ما عندنا. نحن أيها الأحبة في الله بحاجة شديدة إلى كلام الإيمان. كلام الإيمان هو الذي يغذي الأرواح، كلام الإيمان هو الذي يوجه القلوب، كلام الإيمان هو الذي يفهمنا الدنيا. الفهم عن الله جل جلاله أعظم صفات المؤمن، لأن هذه الأوقات التي نعيشها هي أوقات الفتن. إذا ما سمعنا دائما عن الله وما سمعنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يصاب المؤمن بالانتكاسة، وقد يصاب المؤمن باليأس والإحباط. نسأل الله تعالى السلامة. مستعدين نجلس بحضور القلب إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة مجالس الإيمان. نحمده تعالى أن صحح أبداننا وهيأ الأسباب لنا، وسخر لنا الأوقات وهيأ لنا الأسباب، واستقبلنا في بيته جل جلاله، فلا يستقبل في بيته إلا من يحب. ولولا أن الله جل جلاله رأى شيئا يحبه في قلوبنا لما استقبلنا. ونحمده جل جلاله أن هيأ لنا أن نجلس ونسمع كلام الله، الذي يجلس ما بين الصلاة والصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في صلاة، لا تزال الملائكة تكتب له أجر الصلاة ما لم يحدث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يحدث يعني ينتقض وضوءهم. فنحن الآن في صلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوقت المبارك الحبة في الله لا نقضي فيه وقتنا فقط بمجرد في المسجد، إنما نقضي وقتنا في المسجد نسمع كلام الإيمان وكلام وهدي النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، ونصلي ونسلم على المبعوث المصطفى المجتبى الذي بالصلاة عليه يبارك الله جل جلاله المجالس، وينزل الله تعالى البركة بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو الذي صلى عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم مع هذه السلسلة المباركة التي حقيقة سبحان الله كلما قرأت فيها هذه السلسلة في الغالب أغلب ما فيها مررنا
عليه في سلسلة السيرة النبوية لمن كان معنا من إخواننا وأخواتنا. ويعني بحكم أني أحيانا بالخطب أو بالدروس فكثير من القصص أمر عليها أحيانا، لكن العجيب أن هذه القصص كلما مررت عليها كلما شعرت لها بوقع خاص. كنت أتكلم مع أهلي سبحان الله قبل قليل، فكنت أقول لها إحنا الآن بدنا نتكلم عن مقدمات فتح مكة، فكنت أقول لها يعني أظن عشرات المرات قرأت هذه القصة وحضرتها وقرأت ما فيها، لكن سبحان الله اليوم أقرأها من جديد فأشعر كأني أول مرة أقرأها. هذا غالبا يكون للقرآن، القرآن الكريم لأنه كلام معجز كلما قرأته لو بعد آلاف المرات تشعر له بلذة خاصة، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وأفعاله صلى الله عليه وسلم تشريع كذلك، ففيها شيء من صفات القرآن. لذلك أقول لنفسي ولإخواني ولأخواتي خصوصا في هذه المرحلة رجاء اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ من المصادر الصحيحة، اقرأوا التاريخ بقلوب واعية، لا تقرأوا التاريخ كقصص، اقرأوا التاريخ كسنن، كدرس حصل مع السابقين وسيحصل مع الحاليين. التاريخ يعيد نفسه، سنن الله تعالى لا تتغير في الكون، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. تتغير المسميات، يتغير الأشخاص، لكن الأسباب والمسببات النتائج واحدة لا تتغير. يعني الذي يستطيع أن يقرأ التاريخ بذكاء وبحنكة يستطيع نوعا ما، لا يعرف الغيب إلا الله، يستطيع أن يخبرك بالنتائج. لذلك عندما يقف العلماء والخطباء يقولوا أن نصر الله قادم وغير ذلك، هذا ليس عبثا وليس تحليلا صفصطائيا ولا تخيلا ولا أوهاما نتوهمها، إنما هو تطبيق لسنة سمعناها حصلت في الماضي ستحصل في الحاضر وفي المستقبل بإذن الله تعالى، وإن اختلفت المسميات. لذلك قراءة التاريخ من الأهمية في مكان، والمؤمن قبل أن أبدأ أختم بهذه النقطة، والمؤمن المسلم الملتزم يجب أن يتصف في صفات. عندنا بعض الملتزمين يا إخواني ما عندهم ميزان، شو بصير عندهم؟ البعض يغلب الجانب العلمي البحث، أقصد بالعلمي حلال وحرام، فبتلاقيه بالفقهيات ضابط لكن بجانب الإيمانيات ضعيف. شو يعني الإيمانيات؟ يعني الدافع عنده قيام الليل للأذكار للقرآن لغض البصر للتقوى للخشوع، هذا عنده ضعيف، والفكر عنده ضعيف، فكر الأمة، هذا سببه عدم قراءة التاريخ، فهذا خطأ. وهنالك من يغلب جانب الإيمان، بتلاقيه بكاء، بتلاقيه ذاكر، بتلاقيه خاشع، هذا ممتاز، لكن بالفقهيات ضعيف، لا يعرف حلال الحرام، وبفكر الأمة ضعيف. وهنالك بعض الإخوة الملتزمين دائما تفكروا للأمة وقراءة التاريخ، لكن لا إيمانيات ولا فقهيات، والبعض أخذ جانبين من ثلاثة، لكن أنت لازم يكون عندك ثلاثية، إن شئت فسميها ثلاثية جوانب شاب المؤمن. فعنده إيمان، عنده قلب حاضر مؤمن خاشع ذاكر، عنده دافع إيماني، وبنفس الوقت عنده قدر معين من العلم بيحميه، بيعرف أساسيات الحلال والحرام، وبمكان آخر عنده شيء من الفكر للأمة، يعرف قراءة التاريخ وعنده هم وفكر للأمة. هكذا يجب أن يكون المؤمن، وهذا يجب إذا بدي فصل فيه كل واحد من هول إلى مكان تعلم فيه. الإيمان له بيئات الإيمان وجهد الإيمان وعمل الإيمان، والعلم له بيئة العلم ومكان العلم، والفكر له بيئة الفكر. فهؤلاء الجوانب الثلاثة يجب أن يكونوا عندنا، لا تغلب جانب على جانب. بعض طباع الشباب الملتزم بتلاقي عنده بميل جانب على جانب بناء لطبعه، لا بأس بذلك، بس القدر الأقل لازم يكون موجود عند الجميع. فمما ينمي عندنا الفكر والهم للأمة قراءة التاريخ والفقه عن الله جل جلاله. وين كنا الأسبوع الماضي؟ مع مين؟ مع سيدنا مين؟ عمرو بن العاص. شو قصة عمرو بن العاص؟ بسم الله، ادعوا لنا الحساسية اليوم أخذ مستوى عالي معنا. بسم الله، هذا سيدنا عمرو بن العاص
رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اللهم احشرنا معه في الجنان، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام على عجالة، نرجع نراجع شوي ما ذكرنا الأسبوع الماضي، على رأس سرية إلى قبيلة قضاعة في منطقة السلاسل، وكان عمرو بن العاص حديث عهد بإسلام، وحصل معه على الطريق أشياء غريبة عجيبة. وكان مع عمرو بن العاص رضي الله عنه كم واحد؟ 300 رجل من المسلمين. وسبب تعيين النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص أمير على هذه السرية عدة أمور. رقم واحد شو؟ أنه أمه من قضاعة فرايح عند إخواله وهو بيعرف القبيلة. اثنين، أنه كان داهية. شو يعني كان داهية؟ يعني من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه اللي بيدخل في الإسلام جديد وكان له تاريخ بالجاهلية، يعني كان بالجاهلية راس، النبي برجع راس بس بحكمة معينة، لأنه هي طباع، هو كان رأس. فالنبي دغري سلم عمر خذ هاي السرية، 300 واحد وقرية صغيطورة وانت بتعرف إخوالك، وهذا الشيء بثبته في الإسلام. عمرو بن العاص ما أسلم من أجل هذا، صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام جابه، شو قال له؟ يا عمر إن الله تعالى سيفتح عليك ويغنمك. فقال يا رسول الله ما أسلمت لأجل هذا، أنا يعني مخلص بإسلامي. فإيش قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعمة المال الصالح للعبد الصالح أو للرجل الصالح، نعمة المال الصالح للعبد الصالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له صح، أنا بتشكر إخلاصك وأنت رجل مخلص، بس بالنهاية طالما إجاك المال بدون طلب فأخذه، خذه، نعم المال الصالح للعبد الصالح. بعدين راح، إجوا الصحابة، وصل سيدنا عمرو بن العاص فرأى أنه قبيلة خضاعة شو كبيرة، وثلاثمية إلال، هو مؤمن لكن يريد أن يأخذ بالأسباب. شو بعت للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أرسلنا المدد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن عمرو بن العاص ذكي، لكن أول مرة بيبعته أمير، فبعت له واحد من كبار القدماء حتى يرعاه. مين بعت له؟ أبو عبيدة، لا مذاكرين منيح ما شاء الله، أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة ومن السابقين الأولين، ممن شهد بدر، من المقربين جداً من النبي عليه الصلاة والسلام، وكبير في السن، قديم، صاحب خبرة. وأرسل معه مين؟ 200 رجل، على رأسهم من؟ أبو بكر وعمر. يعني بعت له مدد مرتب، هاي الكبار اللي عندنا يا عمرو بن العاص بعتنا لك إياهم. وحكينا كيف وصلوا، وبدأت أول موقف وهو موقف الصلاة، وصار في خلاف بين مين ومين؟ بين أبو عبيدة وعمر. عمر تقدم ليصلي وأبو عبيدة تقدم ليصلي، فاختلفوا من الأمير. فأبو عبيدة كان شايف أنه هو الأمير، لأنه هو اللي مبعوث، هو الأقدم، هو يعني المرسل، روح أنت الآن أمير. عمرو بن العاص كان شايف لا، محترامي لك أبو عبيدة بس أنا الأمير، أنت جاي عندي مدد. أبو عبيدة أقدم وعمرو بن العاص أكبر بالسن وأجدد بالدين، فالأقدم دائما هو اللي بيستوعب الأجدد. فأبو عبيدة رضي الله عنه استوعب لعمرو بن العاص، فقال لا تخف يا عمرو، إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك وقال تطاوعا ولا تختلفا، بس تفقوا مع بعضكم لا تختلفا، أنت ويا واحد. فتراجع فتقدم عمرو بن العاص. طبعا عمرو بن العاص كان يرى ذلك هذا واجبا شرعي حتى يحفظ يعني إمارة الجيش. بعدين إجوا الصحابة رضي الله عنهم بدوا يولعوا شو؟ نار. فنهاهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فذهبوا ليستشفعوا عند من؟ عند أبي بكر. فجاء أبو بكر وقال يا عمرو هل يعني تأذن لنا بأن نشعل نارا؟ فقال له من أوقد نارا قذفناه فيها. أي أبو بكر هذا وحد الله يا عمرو، بلا من شردأ زي المرة الماضية، المرة الماضية تشردأنا مسكين عمرو رضي الله عنك عمرو. بعدين قبل ما يرجعوا طبعا حكينا كيف صارت المعركة وكيف انتصروا وكيف عادوا، ثم أرادوا أن يرجعوا فإذا بعمر بن العاص استيقظ إيش؟ جنب، ثم وقف بهم إماما وهو على جنابه، وطبعا تيمم رضي الله عنه لكنه صلى بهم إماما.
استغرب الصحابة رضي الله تعالى ناطرين الناظر يرجعوا لوين؟ عند كبيرنا، بس لن نوصل للمدينة نشوف يا عمرو العاص نحن وياك. وصلوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله يعني الله يجزي خير، نحن الحمد لله انتصرنا، لكن حابب خبرك شو عمل عمرو بن العاص، شو عمل عمرو بن العاص كذا وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة يا إخوان احفظوها، بكيفية تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الخلافات، طالما أنه لم يحصل خلاف، وطالما أن الصحابة مجتمعون، وطالما أن الأخطاء متعلقة بالعبادات، النبي عليه الصلاة والسلام سهل جدا جدا في التعامل مع الأمور، يأخذها بكل بساطة. يعني مر في موقف آخر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الصحابة أصيب بجنابة فلم يجد الماء، وكان في السفر، فلم يتيمم لكنه قلب نفسه في التراب. ليش عمل هيك الصحابي؟ الصحابي بيجتهده يعني بحلله، فهو قال أنا إذا مش متوضي لازم اتيمم، بضرب على الأرض وبمسح وجهي والإيدين الكفين أو اليدين باختلاف الآراء. فهذا إذا كان وضوء، إذا كان غسل فبلازم كل جسمي يجي على التراب، فصار يقلب حاله بالتراب. فإجى عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله صاحبنا عمل هيك مزبوط هيك، إذا كنا على جنابي وما لقينا مية هيك بدنا نقعد نفتل بالتراب؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال رحمك الله، كان يكفيك أن تفعل كذا وكذا، وضرب بكفيه الأرض ومسح بهما وجهه، ثم ضرب بكفيه الأرض ومسح بهما يديه. لكن طبعا بالمقابل إذا كان الخطأ متعلق بغيرك بيغضب النبي عليه السلام غضب، مثل شو؟ مثل خطأ أسامة. أسامة رضي الله عنه، أسامة بن زيد، عندما قتل رجلا قال لا إله إلا الله، هو أخطأ، إجا عند النبي عليه السلام، النبي عليه السلام كيف تعامل مع الخطأ؟ قال يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله يعني بالمنطق والله أنا خوف من السيف بيني، يعني هو جاي يقول لي كان رفعت السيف أم قال لا إله إلا الله؟ طبيعي أي أنا خوف من السيف. قالوا يا أسامة أنت شققت عن قلبه؟ شوف قديش نحن بنحكم على الناس بالظاهر، أنت شققت على قلبه؟ شو في احتمال ولا في احتمال ربنا ينزل الهداية بهاللحظة ولا لا؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، ولو احتمال 0.01% ممكن ولا لا؟ ممكن. قال لا، قال يا أسامة أين تذهب بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ سيدنا أسامة يقول فما زال يرددها حتى قلت يا الله ليته سكت، ليته سكت، مش متضايق منه، خيفان عليه، قد ما غضب خيفان يصير له شيء من وراي، يا ربي يسكت بس معاش يغضب، غضب غضب النبي عليه السلام، غلط بتعلق بالغير، لا غلط انت مع نفسك ما في مشكله بنحل لك اياه بهدوء وبرواق. فجاء عمرو بن العاص قال له النبي عليه الصلاه والسلام يا عمرو ليش منعته من ضوء النار؟ قال يا رسول الله قضاعه كبيره، واذا اشعلنا النار فقد يعلمون مكاننا وقد يغزونا. فضحك النبي عليه الصلاه والسلام قال احسنت يا عمرو هذا دهاء منك. قال يا عمرو صليت بهم وانت جنوب؟ قال يا رسول الله إني تذكرت أن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكان الطقس باردا وكان الباء باردا، فخفت إن اغتسلت أن أقتل نفسي. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأقره. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في الله قوله سنة وفعله سنة وإقراره، سكوته عن فعل يعني إقرار. اليوم أنا إذا رأيت شيء وسكت عنه فممكن الناس شو تقول؟ ما حد الشيخ صار هيك وسكت الشيخ، لو كان فيه غلط كان حكى الشيخ، هذا بشر مثلك مثله، كيف النبي عليه الصلاة والسلام؟ لذلك قالوا العلماء السكوت عن الحرام في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن، لأنه لدرس معنى العقيدة قلنا أنه من الصفات الواجبة في حق الأنبياء التبليغ، التبليغ. فإن رأى النبي صلى الله عليه وسلم حراما ثم سكت هذا ينقض النبوة. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن العاص عن فعله أنه تيمم
ثم صلى فهذا إقرار. لذلك كثير من الفقهاء ذكروا هذه المسألة أنه إذا كان الغسل من الجنابة يضرك يجوز لك أن تتيمم وأن تصلي، ثم بعد ذلك عندما تستطيع تغتسل وتصلي، ولها تفصيل في الفقه يرجع إليه عند أخته. النبي صلى الله عليه وسلم فرحه بعمر بن العاص لم يذكر له شيء يتعلق بأبي بكر، مع أن أبو بكر رضي الله عنه من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأعجب من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لعمر أنه رضي عن فعله وعن حكمته وذكائه في تأديب هذه القبيلة في ذات السلاسل، أرسله إلى بلدة مباركة الآن ينعم أهلها بالإسلام، وهي بلدة عربية مباركة صغيرة الحجم لكنها مباركة بأهلها وبمن فيها. أنا شخصيا مررت فيها مرة، كان عندي ترانزيت في السفر فمررت فيها في المطار، وكانت يعني حقيقة بس المرور في المطار رأينا حسن أخلاق أهلها وأدبهم. أظن عمر كان معي، وين نزلنا عمر؟ بعمان. سنت بعمان، من فاتح عمان ومن كان سببا في دخول الإسلام إلى عمان؟ عمر بن العاص، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى عمان، فتكلم مع أميرها ورئيس عمان في الدعوة إلى الله، فدخل في الإسلام ودخل الناس كلهم في الإسلام. فالناس في عمان حتى الآن والمساجد والدعوة والإفتاء، خرجنا مع أناس في باكستان وفي الهند في كثير مناطق من علماء عمان، فيها خير كبير جدا، كل هذا بصحيفة عمرو بن العاص اللي صار له كم شهر داخل في الإسلام. استحضروا معي الآن اللي بدي أقولكم إياه، تصوروا معي هيك بسرعة حالة النبي عليه الصلاة والسلام والمدينة المنورة وما يحيط به حتى نقدم لما سندخل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قبل بكم شهر خلص من معركة كبيرة مع مين؟ مع الروم. شو اسم المعركة؟ مؤتة. حط لهم حدود وأدبهم، قبائل العربية وغطفان وما حولها كلهم أدبهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدة معارك وغزوات. بينه وبين اليهود حط لهم حدود واقتحم الأسوار اللي لهم جميعا، وحط حدود لهم بشو؟ بخيبر. أهل مكة في بينه وبينهم صلح، شو اسمه؟ صلح الحديبية. صلح الحديبية ما مرينا عليه بالتفصيل، لكن هو خلال، لأنه إحنا سلسلتنا عن الغزوات، اللي بده يرجع للتفصيل الحديبية بيرجع على سلسلة السيرة النبوية. الحديبية باختصار عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل إلى مكة المكرمة وجاء بمن معه من الصحابة وساقوا الهدي، خرج أهل مكة إليه ومنعوه من الدخول وأقاموا عهدا وصلحا بينه وبينهم. في هذا الصلح في بعض البنود لازم أقولكم إياها عشان تعرفوا اللي بدي أحكيه بعد شوي. بهذا الصلح مكتوب التالي: أي رجل يدخل في الإسلام من أهل مكة وينتقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله يرده، ودخل في الإسلام اثنين، واحد اسمه أبو جندل واحد اسمه أبو بصير، هول اثنين كانوا مشكلجية دخلوا في الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر منهم قال لهم لو سمحتوا بترجعوا عند أهلكم بمكة، قالوا يا رسول الله نحن جيناك مسلمين، قال لهم في بيني وبين أهل مكة صلح ما بقدر أدخلكم. أم هن قالوا لي رسول الله طيب بارك الله فيك نحن نسمع كلمتك بس ما حنرجع مكة، قالوا نعملوا اللي بدكم، أنا ما بدي أدخلكم على مكة. أم راحوا قطعوا الطريق على أهل مكة، وقالوا قصة طويلة. المهم كانوا سبب بالمشكل اللي قالوا، يعني بالهيك حركات يمين وشمال كان إلى أثر إيجابي على النبي عليه الصلاة والسلام. قطعوا الطريق على أهل مكة قالوا نحن ما راجعين على مكة، لأنه النبي قالنا لأنه إحنا دخلنا في الإسلام ممكن تقتلونا، وما فايتين على المدينة لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ما حيستقبلنا، بس نحن اثنين مجمعين بعض الشباب ويستفجي حدا من أهل مكة يمر من هالطريق، وقطعوا الطريق أهل مكة. لحتى راح أبو سفيان قال له للنبي عليه السلام مشان الله خلاص تقبلون عندك، خلاص خذون بس يفتحوا لنا الطريق. أما النبي عليه السلام قال له شوفوا أنا والله ما قلت له أن يعملوا هيك، أنا ما قلت له أن يعملوا هيك، وبنفس الوقت أنا ما استقبلتهم عندي، أنا سمعت الكلام وأنا طبقت العهد اللي بيني وبينكم، أنتوا بدكم تدخلوهم تدخلون، طيب أبو جندل وبصير اللي عملتوش شغلة مرتبة، يعني لم آمر بها ولم تسؤني، هذه قاعدة. بهذا العقد كمان بالصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أهل مكة
مكتوب التالي، وركزوا كتير باللي بتقوله لأنه هلأ حنبني عليه شيء كتير مهم. مكتوب التالي: أيما قبيلة ولو كانت كافرة تعاهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن لأهل مكة قتالها، وأيما قبيلة تصالحت مع أهل مكة فلا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يقاتلها. يعني الصلح مش بس بين أهل مكة وبين النبي عليه الصلاة والسلام، كل القبائل اللي بيجوا عند النبي ممنوع حدا يقرب عليهم أهل مكة، وكل القبائل اللي بده يكونوا مع أهل مكة ممنوع يقرب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ قديش وقت الصلح؟ 10 سنين. بس راح النبي عليه الصلاة والسلام بده يعمل صلح الحديبية، كان عدد الصحابة 1000 وشوي. تمام؟ تاني سنة بعد أول سنة صلح انتشر الإسلام مباشرة، بدأت الدعوة إلى الله لأنه ما حدا حيقرب على الصحابة، ابدأوا بالدعوة إلى الله. تاني سنة 3000، في عمرة أنا ما ذكرها بالسلسلة ومن غزوة بس لازم تعرفوها، اسمه عمرة القضاء. تاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال له لأهل مكة نحن قبلنا بالصلح بس بدكم تسمحوا لنا نفوت، قالوا له لا بتجي السنة الثانية، قالوا له ماشي. السنة الثانية فات عمل عمرة، طبعا بهاي العمرة النبي عليه الصلاة والسلام سنلنا بالطواف نعمل شغلتين لهلأ بنعملهم، اللي بده يروح يطوف بمكة لازم يعمل سنتين. شو هني؟ أول سنة بده ينزل إرجال، بس بده ينزل عن المنشفة عن كتفه اليمين ويحطه على كتفه الشمال. ليه؟ وأول 3 أشواط بده يمشي بسرعة. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن فيتين على مكة وأهل مكة عم بيراقبونا، ماشي؟ صلوا نطوهين مكة 13 سنة وهي سنة 14 سنة، فبدكم تفوتوا على مكة وإنتوا أهلها لمكة، بيوتكم حدة ما بتعملوا شيء بس بتطلعوا لي زنودكم. هيك هيك بالعمية يعني، هو ما قال له مطلعوا لي زنودكم بس، هو بس يقول لك كشف زنودهم مش زي زنودنا. لا أنتوا أبطال، زنودي إلي أنا فيش عندي زنود الله، بس زنود الصحابي زنود زنود. هو إذا خالد 9 سيوف تكسروا بإيديه، 9 سيوف تكسروا بإيديه، فالصحابي كشفوا. شو يعني هون كيف مشيت؟ كيف مشيت من أبو دجانة في المعركة؟ قال إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذه المواطن. النبي قال له هون انفخوا، مش شوي هيك، كل واحد يعمل عمره وهو عم يمشي هيك ماشي. فالصحابي كيفوا على نزلوا المناشف وبلشوا يمشوا بمكة. طبعا هذا المنظر أثر بأهل مكة، شو هو المنظر؟ الصحابي كلهم أبضيات وماشيين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهم خلصت عمرة القضاء. رجع النبي عليه الصلاة والسلام على أساسه بده يكمل هال10 سنين اللي بده ينشر فيها الإسلام، بعد 10 سنين ممكن تفوت على مكة يا رسول الله. بعد 10 سنين، احنا هلا بأي سنة؟ 13. لا لا انه احنا بالسيرة يعني 13 هجرية، 13 البعثة، خلصنا بمكة، انتقلنا أول سنة 14، ثاني سنة 15. شوفوا يا إخواني، بدي مرر خلال كلامي سنن الله في الكون في التمكين. النبي عليه الصلاة والسلام بقي بمكة 13 سنة وعنا 8، عفوا مش سنتين، ما ضيعت 8 سنين لأنه هن 10 سنين بمكة بالمدينة، 13 سنة بمكة و10 سنين في المدينة. المعركة الأخيرة اللي صارت ذات السلاسل قبل موتها بأي سنة؟ 8 هجرية، يعني 8 سنين بالمدينة. الآن سنة 9، بعد في سنتين لوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل أنه الصلح بعد له 8 سنين ليخلص. الله جل جلاله يا أحبابنا أول سنة احفظوها ورسخوها واحفروها: الله تعالى لا يعجل بعجلة الواحد منا حتى تكون الأمور كما يريد الله. بعد 21 سنة أذن الله للنبي أن يرجع إلى مكة. كيف؟ السنة الأولى بتقول الله لا يعجل بعجلة الخلق، السنة الثانية بتقول احفظها منيح: الله تعالى يهيئ أسبابا لا تخطر على عقل ولا بال أحد. سؤال إلكم أنا هلأ، في صلح بين النبي عليه الصلاة والسلام ومكة 10 سنين، النبي ما يفوت على مكة، تاني سنة دخل على مكة، كيف توقع دخل؟ أنا بتأكد 99% منكم أو كلكم سوا ما عارفين شو القصة، شو بده يقصد فتح مكة؟ بس شو بتتخيل؟ شو اللي صار؟
ها؟ كيف؟ هجموا عليهم، قتلوا لهم واحد، بعثوا لهم حدا اتحركش بأهل مكة، أهل مدينة. كيف بتعمل هيك يا أهل مكة؟ بدنا نغير عليكم. هيك متوقع إحنا، زي ما قاعدين هلأ كل شوي منحلل كيف بده ينصر أهل غزة، كيف بده ينصر غزة. بشركم، قلت قبل وبعيد، لن يطبق الله سيناريو حط واحد مننا، ولا أكبر محلل ولا أكبر مفتي. والله سيفاجئكم الله بسيناريو لا يعلمه أحد ولم يتوقعه أحد ولم يخطر ولن يخطر على بال أحد، لتعلم أن الله واحد أحد. ما بيأخذ من حدا استشارات ولا توقعات ولا تخيلات. ماشي، نحن بشر قاعدين نحلل هلا، قلبت في السيارة، نزل لك صاروخ على نتنياهو مش عارف كيف، قاعدين ماشي، بيتركنا ربنا نحلل. خلينا نحلل، مش نحلل بس، حتشوف كيف السيناريو ربنا حيبهرنا. والسنة الثالثة، السنة الأولى الله لا يعجل بعجلة أحد، السنة الثانية الله لا يأخذ سيناريو من أحد. هيك احفظها بأسر بالعامية. أنا بهمني تفهم السنن، بهمنيش تحفظوا الحفظ، بهمني تفهموا ونطبقهم بالحياة. السنة الثالثة، الله تعالى يهيئ أسباب النصر من حيث لا نحب. إيش قرأنا في الصلاة؟ أي سورة؟ بنص الثاني، شو أول آية؟ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين. بدر الكبرى العظيمة، ما كان الصحابة حبينا، يا الله ما كنا أخذنا القافل وخلصنا. اللي أنت ما بتحبه بيجي منه الخير. الأحزاب ما كانوا حبينا، إديش كان فيها خير. النبي قال بعدها صلى الله عليه وسلم، اليوم نغزوهم ولا يغزونا. صلح الحديبية يا سيدنا عمر حيكسر الدنيا. قال يا رسول الله، يا رسول الله، نعطي الدنيا في ديننا؟ كيف هيك؟ صحابي عم يحلوا الله بعضهم، عم بفتحوا روس بعضهم. الله أنزل، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالسيناريو الرباني بأول، وأنت ما بتحبه أشياء دول يحفظون. أول سنة من سنة التمكين، الله لا يعجل بعجلة أحد. السنة الثانية، الله لا يأخذ سيناريو من أحد. السنة الثالثة، الترتيب الرباني بالفتح غالبا لا نحبه. اسمع معي حلان، في عنا قبيلتين بيكرهوا بعضهم كتير بالتاريخ، قبيلة اسمها قبيلة بنو بكر وقبيلة اسمها قبيلة خزاعة. وهول اللي بيقرأ بالتاريخ بيعرف انه في بينات تقاتل، وفي بينات دماء، وفي بينات شحناء، وفي بينات ثأر قديم. وعشان يفرجيك ربنا تعالى انه ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. بنو بكر ما بتحب كتير قريش، وخزاعة أقرب لقريش من بني بكر. العجيب أن تأتي خزاعة وتتصالح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي كافرة. قالوا له نحن يا محمد صلى الله عليه وسلم شفنا قوتك وشفنا عدلك، فبدنا نعمل صلح معك أنه نحن منكم معك، بتحمينا ومنحميك. وافق النبي عليه الصلاة والسلام. راح بنو بكر جكارة بخزاعة، هيك هيك بالعمية، جكارة إيه؟ يعني ما عجب فعل خزاعة لأنه في بينات سأر. راحوا عند قريش وهني بيكرهوهم، قالوا لنا قريش نحن بدنا نعمل صلح بيننا وبينكم. شوف كيف ربنا عم بسوق لشي ما حدا بيعرفه غير ربنا تعالى. قالوا لأهل مكة أهلا وسهلا، مع أنه ما كتير بيطيقوا بعضهم، ماشي أهلا وسهلا فيكم. شو الصلح؟ أنه نحميكم وبتحمونا ونضلنا مع بعضنا. اتفقنا. شوي تذكر واحد من بنو بكر القتلى اللي قتلوا عن طريق خزاعة، فاتفق مع بني بكر انه ينطروا قافلة لقوافل خزاعة تمر من امامهم، بيهجموا عليها، بيثأروا منها وبيقتلوا منها رجال. قالوا اتفقنا، بدون علم اهل مكة، بدون علم حدا، نطروا قافلة من قوافل خزاعة تمر، بيهجم مجموعة من بني بكر بيقتلوهم، فبتهرب القافلة إلى الحرم، لأنه معروف عند العرب في الجاهلية أنه لا قتال في الحرم، اسمه حرم. وعلى أساس أنه أنتوا حامين الديار، على أساس أنتوا يا أهل مكة مسكينة، فيعني ما معقول تخلوني يقتلونا. فدخل النساء والرجال والكبار والصغار إلى مكة
وصاروا يستغيثون بأهل مكة. أعمى الله قلوب وأبصار أهل مكة وسلب من كل ذي لب لبه، فقام أهل مكة وأعانوا بنو بكر على خزاعة وأعطوهم السلاح وقتلوهم. بس جيت لعن بإيديكم ويكيدون يكيدون وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شوف مكر الله عز وجل. كم سمعنا عن فتح مكة، لكن هل علمتم كيف حصل فتح مكة؟ قام الرجل ممن أنقذه الله من مجزرة بني خزاعة في مكة، اسمه عمرو بن سالم، وكان فارسا سريعا، أخذ فرسه ومشي 500 كيلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دخل إلى المدينة يصرخ وينادي، يقول أبيات من الشعر: إني جئت مناشدا محمدا مجد أبينا وأبيه الأتلدا. ويقول أبيات من الشعر، خرج النبي عليه السلام: ما بك يا عمرو، ما بك يا عمرو. اسمه عمرو بن سالم، كان شاعر وكان فارس. عمرو بن سالم كان من وين؟ من خزاعة، وخزاعة كانت كافرة، وبنو بكر كانوا كفار. عمرو بن سالم بدخلته بكلام اللي قاله: أنت رسول الله فأنجدنا إلى آخره، علم أنه قد أسلم. ولكن أصلا النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى أن يأتي من يستنصره وهو مسلم، فلو استنصره كافر بينه وبينه صلح لنصره. فجاء يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم يستنصره، يقول: يا رسول الله، نحن كنا معك، نحن أقمنا صلحا بينه وبينك، قتلتنا بنو بكر وفي الحرم وأعانها على قتلنا قريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة قال: نصرت، أبشر يا عمرو، والله لقد نصرت يا عمرو بن سالم، أبشر. خلص، ما سأل التفاصيل، ما سأل شو الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام الآن علم بما أعطاه الله من حكمة وبصيرة، أن الله تعالى هيأ له أسباب نقض العهد وفتح مكة. بعد انتهاء المعركة كما يقال بالعمية، راحت السكرة وإشت الفكرة عند مين؟ عند أهل مكة. نحن شو عملنا؟ نحن هول إني مش من أهل مكة وما بيفيدونا شيء، قبيلة بعيدة عنا، نصرناهم على قتال قبيلة بعيدة عنا، لا خزاعة هي النبي صلى الله عليه وسلم ولا بنو بكر هن من جلدتنا، دخلوا لعنا عم بتلين عم بتقاتلوا بين بعضهم ولاد جيراننا، رحت أنا أعنت واحد على الثاني بعدين ترجع علي؟ دعا كبار أهل مكة إلى لقاء تشاوري سريع. اجتمع بهذا اللقاء كبار أهل مكة، وعلى رأسهم من؟ أحسنت، على رأسهم أبو سفيان. كان أبو سفيان لم يسلم بعد، طبعا مكة خسران كتير من كبارها. على رأسهم مثل مين؟ خالد بن الوليد، لأنه بعدنا حكينا عنه من شوي لقاء الماضي بمؤتة. خالد ما في مرة خرجت قريش جيش إلا كان اللي ماسكه خالد، أو أقل القليل سرية الفرسان كان يمسكها خالد، حنكة وذكاء عجيب. فخروج خالد وقتاله مع المسلمين على رأس جيش في مؤتة كتير مضايق أهل مكة جدا، ضيقهم. وغير خالد مين خسراني كمان؟ عمرو. هلا بعدنا عمرو بن العاص، عمرو بن العاص كان هو السفير تبع أهل مكة، أي شيء بدهم من أي حدا يبعثوا عمرو، ملسن ما بيحكي مع حدا شيء غير بيقنعوا فيه. غير اللي ماتوا، غير اللي أسلموا، فيعني أهل مكة متضايقين، لا قادرين اليهود يوقفوا معهم، لا قادرين الروم يوقفوا معهم، وقبائل العرب نصنع بتأسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهن ضعاف. عملوا لقاء تشاوري وتشاوروا، قالوا: ماذا فعلنا؟ وأقروا بخطئهم فيما بينهم، قالوا: اللي عملناه خطأ كبير. أول شيء نحن بهدلنا حالنا، معروفين بين العرب والقبائل ما بنسمح القتال بالحرم، كيف كسرنا القتال بالحرم؟ وهن مين ليش بنو بكر؟ ما كل عمرنا في مشاكل بيننا وبينهم، بس لأنه دخلوا لعنا وقالوا لنا إحنا على صلح معكم، رحنا وقفنا معهم على خزاعة، عرفوا إنه في شيء عجيب رباني.
قالوا ما العمل؟ قالوا يعني نفعل أمرا هو بحقنا كبير وكبير كتير بس مضطرين نعمله. شو الأمر؟ نرسل واحدا منا إلى محمد صلى الله عليه وسلم نعتذر إليه. أوف، أهل مكة يعتذروا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل عمر شايفين محمد صلى الله عليه وسلم خرج عنهم، صبأ عنهم، ترك قومه، ترك أهله، راح المدينة، كبرياءنا نحن ما منروح لعنده، هو بيجي عنا. ومن المفوض بهذا؟ من نرسل؟ الرأس. أبو فيش غير أنت. أبو سفيان رضي بذلك لأنه شايف أنه إذا ما عمل هو هذا الأمر أو راح بعت أي شاب صغير ممكن ما يرضى محمد صلى الله عليه وسلم، وممكن أن يسبب ذلك إلى مقتلة كبيرة تكون سبباً في استئصال أهل مكة. لأنه يا إخواني في الله هذه المرحلة هي أواخر مراحل ما قبل الفتح، تأخر كتير الفتح. هاي ضيفوها على السنن، سنة رابعة، خلينا نعيدوا مع بعض لنأكد حفظهم. السنة الأولى من سنن التمكين شو هي؟ إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم حتى تكون الأمور كما يريد الله. السنة الثانية، الله تعالى لا يأخذ ترتيبا ولا مخططا ولا سيناريو من أحد. السنة الثالثة، غالبا يكون سيناريو الفتح والتمكين بشيء نكرهه لا نحبه. خذ الرابعة، ليش؟ حتى لا تظن للحظة أن الشيء الذي تحبه كان سببا في النصر، حتى تتبرأ من حولك وقوتك وتعلم أن الله علام الغيوب، فالذي كنت تكرهه كان سببا في نصرك. مثل ما كتير بحياتنا أشياء بتصير تكون أنت كرهان قرارات، يا الله ليه ما زبط معها الشغل، ليه ما زبطت معها الجيزة، ليه ما زبطت معها الشروة، بعدين بعد فترة بتلاقي الخير فيما اختاره الله. نفس الشيء على صعيد سنن في الكون. نعم، هلا اللي بدي اقوله شوي اعطوها ركزوا فيها. السنة الرابعة وحتستغربوا منها ماشي، بس ما بدي تيأسوا منها، بدنا نفهمها مزبوط. السنة الرابعة، غالبا يكون وقت الإعداد طويل ويكون وقت النصر والتمكين قصير. خذ مثال سريع، قديش وقت الإعداد بزمن النبي عليه الصلاة والسلام كان؟ 21 سنة. فتح مكة كان بالسنة الثامنة للهجرة، و13 21، النبي قديش عاش؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعليا هو الصحابة قديش انبسطوا بالنصر والتمكين؟ سنتين. بس مات النبي عليه الصلاة والسلام شو صار؟ صار ردة، بلشت حروب الردة. طيب إذا بدنا نحكي بنسب، من أصل 23 سنة، 21 سنة من أصل 23، السريع رياضيات، قديه بيطلع بالنسبة؟ شو 4%؟ 21 من 23 90%. 90% من زمن الأمة إعداد للنصر، 10% من زمن الأمة نصر وتمكين بس. وقس على ذلك كل تاريخ الأمة. ما فيش معي وقت فصل، بس إن شاء الله بسلسلة التاريخ عندنا نية، ما بعرف إذا الله يوفقنا، إن شاء الله يوفقنا الله، إذا خلصنا من غزوات النبي ده اللي مكمل بالغزوات إلى ما شاء الله، حتى تشوف كيف كانت غزوات الإسلام. لازم نفهم نحن الغزوات. خذ مثال سريع، صلاح الدين. تعرفوا صلاح الدين الأيوبي قبل فتح بيت المقدس كم سنة قعد؟ 90 سنة. 90 سنة. إديش فترة النصر في فتح بيت المقدس؟ 10 سنوات ل15 سنة، بعدين عادت الحروب من جديد. طبعا هو بدي أسأل سؤال عشان هو ما ينشئ عندكم هلأ إحباط، شو السبب ليه هيك؟ طيب إنه ليش دايما ربنا تعالى بيعطينا زمن طويل للإعداد وزمن النصر والتمكين قليل؟ التمكين شوف شو بيعمل، بيفتح الدنيا علينا، بيجيب المال لقلنا، بدخل عدد كبير من الناس مش مربيين، وهذا الأمر بيجيب فتن، وإذا وقعت الفتن يعود البلاء. نحن مش مطالبين بتحقيق نصر أو تمكين، وإن كان هذا حلم لكل مسلم،
مطالبين بجهد الدين حتى ننال رضا الله فندخل الجنة، سواء كان في فترة الإعداد ولا في فترة التمكين. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ لا أخاف عليكم، لا أخشى عليكم الفقر، إنما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا، تفتح الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. شايف اللي عم بيصير فينا الآن؟ مع كمال حزننا على أهلنا وإخواننا الشهداء نسأل الله لهم القبول، لكن قديش ده شيء موحد لأمي ومخلى الأم الآن هيك متعاطفة، والأمر حيزاد شوي شوي. بس تخيل لك يعني في فتح كبير وأموال عم تجينا ودخول آلاف في الإسلام، شو ممكن يصير؟ بس دخل الآلاف في الإسلام بآخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام اللي كانوا بحجة الوداع كم واحد؟ 124,000. طيب قبل بسنة قديش كانوا؟ 10,000. قبل بسنة 3,000. بسنتين دخل ما يقارب 120,000 في الإسلام. لثلاثة آلاف اللي بيقوا مع النبي 20 سنة عم بربيهم مثل 100,000؟ لا، فهول 100,000 مش مربيين تلك التربية. لذلك عندما صار في نصر وتمكين عند أول بلاء موت النبي عليه السلام ارتد النص، ما في ثبات، ما في تربية. لذلك يطول بحكمة من الله البلاء حتى تتربى النفوس، حتى يسقل الله جل جلاله القلوب والأرواح والأبدان، فتصبح أمة عندها تربية تستحق بعدها النصر. هو الأربع حفظون رجاء، هو الأسم سنن الله تعالى في التمكين. قام أبو سفيان أخذ غراضه ومباشرة أخذ فرسه 500 كيلو متر على وين؟ على المدينة. لأن كيف وين بدي يفوت؟ وين بدي يروح؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعلن الحرب، نقض العهد، أي واحد بيشوفه من أهل المدينة ممكن يقتله. أنتوا نقضتوا العهد، يعني كل اللي كتبناه بالاتفاق بيننا وبينكم انتقض، من أربع حدا منكم، من أقتل حدا منكم، خلاص نحن الآن في مرحلة حرب، انتقض العهد. وين بدي يروح أبو سفيان؟ وين راح برأيكم؟ ليش على المسجد؟ مش عند اليهود، مش عند العباس. لوين؟ أحسنتم، في عنده بنت أبو سفيان، إيش اسمه؟ اسمه أم حبيبة، هند مرته، اسمه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. نسيتوا سلسلة زوجات النبي، شو بقول؟ رجعوه. رملة زوجة مين بكون؟ عبد الله بن جحش رضي الله عنه. عبد الله بن جحش كان من أوائل من دخل في الإسلام في فترة مكة، هاجر في فترة مكة إلى الحبشة، فهاجرت معه، تركت أباها ولحقت بزوجها وبقيت في الحبشة. بقيت في الحبشة 8 سنين. 8 سنين راحت على المدينة، بس أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الحبشة يرجعوا على المدينة، وقعدت في المدينة قديه؟ 8 سنين. 8 و8 قديه بيطلعوا؟ تخيلوا بنت مش شايفة أبوها 16 سنة. وربنا تعالى ما أمر أنه الكافر تقتله، يعني بأي وقت، في أوقات للقتل في أوقات لغير القتل. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فبالليل راح عند بيت بنته، قال لك فيش غير بنتي هي الوسيط، هي بتاخذ لي موعد مع محمد صلى الله عليه وسلم، وهي توسط لي انه محمد صلى الله عليه وسلم ما يقتلني ولا حدا يقرب علي. فدخل لوين؟ دخل عند بنته. فبمجرد ما دخل على بيته، طبعا بيوت النبي عليه الصلاه والسلام يا اخوان ايش؟ صغيره. بيوت النبي عليه الصلاه والسلام ايش سماها رب تعالى؟ حجرات. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات. أسأل الله تعالى أن يقر عيني وعينكم بزيارة قريبة للمسجد النبوي، ما زال بعض أثار الحجرات موجودة. الغرفة التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذه حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. فالمهم دخل على الحجرة في فراش، أقل القليل تقول له أهلا وسهلا أبي 16 سنة. طلعت فيه
قلت له لو سمحت طود الفراش. قلت له نعم، ماذا تريد؟ إيه؟ قال يا أبتي أرغبتي عني؟ أنا أبوك. قالت لا، إنما هذا فراش رسول الله وهو طاهر وأنت مشرك نجس. وأنت مشرك نجس، تفضل. آخ يا أخواني، الولاء والبراء لله، الولاء لله. 16 سنة، هذه بنت يا أخواني، البنت بطبعها عندها عاطفة تميل بطبعها، لكنها لم تترك أباها ولم تترك زوجها. هي عارفة أنه أهل مكة غدروا، هي عارفة أنه نقضوا العهد، عارفة أنه زوجها وحبيبة وأستاذها النبي عليه الصلاة والسلام أعلن نقض العهد، فقالت له نعم وطوت الفراش إذانا وإعلانا منها أني لو كنت بنتك لكني مع زوجي في مخالفتك في نقض العهد. فقال لها أبو سفيان لقد أصابك بعدي شر، وكان رأسه كبير أبو سفيان، ما قال طيب يلا ماشي بس روحي عنده، لا خرج أبو سفيان والراح عند مين؟ كيف استقبله النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا فعل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل رضي أن يترك رد اعتبار خزاعة أم ما رضي؟ وماذا فعل معهم؟ وكيف كان فتح مكة المبارك إن مد الله في أعمارنا؟ نبين ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى.